ملك القراصنة المستقبلي لوفي يرجع لنا بلعبة ضخمة. مع أن اسم ون بيس له شعبية كبيرة، بس حتى الآن ما كان في لعبة قوية لهذا العنوان. بس ممكن هذا الشيء يتغير مع هذه اللعبة، واللي بتكون من نوع أكشن مغامرات بعالم مفتوح، بيكون في حرية أكبر للتنقل والبحث عن الكنوز والاستكشاف. والمغامرة راح تكون في جيل آيلند أو جزيرة السجن، وبنتحكم شخصية لوفي، وأكيد كثير من شخصيات المعروفة في الأنمي راح تكون موجودة، لكن ما في أي تأكيد إذا كنت قادر تلعب فيهم ولا لا. كثير من قدرات لوفي أضافوها مثل Observation Haki واللي تخليك تشوف الأعداء من وراء الجدران، أو الجومو جومو روكت اللي بتخليك تنتقل في العالم بشكل سريع، وغيرها الكثير. واللعبة راح تقدم الكثير من قتال الزعماء والاستكشاف والاستمتاع. حسب كلام المطور، اللعبة راح تصدر في تاريخ 15 مارس على أجهزة بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. اكتبوا لنا في التعليقات تحت مين من الشخصيات المشهورة في عالم ون بيس اللي ودكم تشوفونها في اللعبة تكون موجودة.